مباراه الجامعات الموسم الخامس ومباراه مهمه في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجه. جامعه اسيوط 60، جامعه النيل 25. وجامعه النيل عندنا تغيير واحد، ساره ايمن رجعت مكان مريم فرحات، وما عندناش اي تغييرات في جامعه اسيوط. ودلوقتي مع الفقره الرابعه، فقره تحت الضغط. تحت الضغط. كلاوديا ومصطفى، مصطفى وكلاوديا. مصطفى هتروح تسمع اغنيه وترجع لنا تاني، كلاوديا تعالي مكاني. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. ماتش ماشي كويس؟ سو فار سو جود. هو يعني احنا لسه 0-0 يعني. احنا عادي بنلعب لحد اخر سؤال، لما حضرتك تنهي الحلقه ان شاء الله انا بنستريح. لحد دلوقتي انت جايبه 40 نقطه من 60، برافو عليكي. الحمد لله. عايزين نطمن على مصطفى. تمام مصطفى، تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي أصغر دول المغرب العربي من حيث المساحة؟ تونس. صح. الحب في المنفى، رواية الكاتب مصري راحل. طاهر. صح. ما هي الوحدة التي يرمز لها بالحرف كي في النظام الدولي للوحدات؟ كندل. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة بنين؟ جمهوري. صح. الأرض بتتكلم عربي، أغنية الفنان وموسيقار راحل، فمن هو؟ عبد الوهاب. غلط. ما هو ضعف الرقم 28؟ وخمسين. 56. صح. من هي الفنانة التي قامت بدور أمينة في فيلم أنا حرة؟ فاتن حمامة. غلط. كم عدد ألوان علم دولة نيبال؟ ثلاثة. صح. في عهد أي رئيس مصري حصلت المرأة على حق الانتخاب؟ جمال عبد الناصر. صح. هو أنا حرة ده بتاع مين؟ أنا نسيت اسمها. لبنى عبد العزيز. اللي كتب حسين عبد القدوس. قولي لي بقى كم إجابة صح؟ مش عارف، بس 6. أنا على طول بجيب 6 يعني. برافو عليك برضو، فعلا 6 إجابات صح من 9. برافو عليك، تعالي مكاني يا سليم. عايزين مصطفى بعد إذنك، بس السؤال بتاع الضعف ده قعدت فيه شوية. ما أنا نسيت 8 في 6. لحقتي برضو. تعالى مصطفى مكاني. مصطفى عايز تعرف كلاوديا عملت إيه ولا لأ؟ لا مش عايز تعرف. طيب الأسئلة مش صعبة، وأنا قلت 9 من 10. اتفقنا؟ تحت الضغط كاونتر. ما هي أصغر دول المغرب العربي من حيث المساحة؟ صح. الحب في المنفى، رواية الكاتب مصري. صح. ما هي الوحدة التي يرمز لها بالحرف كي في النظام الدولي للوحدات؟ صح. ما هو نظام الحكم في دولة بنين؟ جمهوري. صح. الأرض بتتكلم عربي، أغنية الفنان وموسيقار راحل، فمن هو؟ بس. ما هو ضعف الرقم 28؟ بس. من هي الفنانة التي قامت بدور أمينة في فيلم أنا حرة؟ فاتن حمامة. غلط. كم عدد ألوان علم دولة نيبال؟ 3. صح. في عهد أي رئيس مصري حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشح للبرلمان؟ جمال عبد الناصر. صح. في أي رياضة تأهل البطل المصري محمد صفوت أولمبياد طوكيو؟ تنس. صح. برافو عليك، برافو عليك. انت لقطت الاجابه 7 في الوقت الضايع. الحمد لله. بعدين بذمتك ما هو ضعف 56؟ 28 ده كان سؤال سهل مع انك استنيت فيه، ولكن غلطت في الحساب. مش مشكله. طبعا كلاوديا عملت كويس، ولكن كلاوديا محافظه على مستواها، 6 اجابات من 9. تعال نشوف الاسئله اللي ما تجاوبتش. الارض بتتكلم عربي. سيد مكاوي. سيد مكاوي. السؤال السابع، من هي الفنانة التي قامت بدور أمينة في فيلم أنا حرة؟ مين بقى؟ انتوا الاثنين قلتوا فاتن حمام، هي لبنى عبد العزيز. كلنا نحيي مصطفى وكلاوديا، كلاوديا ومصطفى. النتيجة اتغيرت، جامعة النيل قربت المسافة شوية. كلاوديا كنتوا كام؟ 60. 60. وكم إجابة صح؟ 6. 30 بقينا 90. 90. مصطفى كنتوا كام؟ 25. وسبع اجابات صح. و10 نقط هديه من كلاوديا، بقيتوا كام؟ 70. ودلوقتي مع الفقره الخامسه، فقره ضربات الجزاء. ضربات جزاء. الاء وساره، ساره والاء. السؤال الاول، فنون. من هي الفنانة التي قامت بدور مريم
في مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، أدوارد، محمد محمود عبد العزيز، ومدلان طبر. إجابتك؟ بسمة. بسمة إجابة خاطئة. بتاعت كرتون مش بتاعت فنون وحياة ربك. أنا بحب الكرتون. بحب الكرتون. الإجابة الصحيحة عائشة بن أحمد. عارفاه. مصطفى وأحمد عادل، أحمد عادل ومصطفى، ولسه ما عندناش أهداف. السؤال التاني، حل المسألة الآتية: 55 في 3 على 5 زائد 66 يساوي كام؟ 99. الهدف الأول، برافو عليك، برافو عليك يا مصطفى. مصطفى فكر وهو بيحسب، هدف بلا مقابل. روضة، لو إجابتك صح رجعت ب 25 نقطة وجامعة النيل بتتقدم. كلاوديا فرصتك هي التعادل إن شاء الله. سؤال التالت، تاريخ تيوفيلو براغا هو أول رئيس حكومة مؤقتة بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ ألمانيا. ألمانيا طبعاً إجابة خاطئة. عندك إجابة؟ فرنسا. كلاوديا طبعاً إجابة خاطئة. ده شاعر وناقد، أول من حاول كتابة تاريخ كامل للأدب البرتغالي، ده كان سنة 1910. هدف بلا مقابل لجامعة النيل عبد الرحمن البدري. فرصتك الوحيدة هي التعادل، حتى لو يوسف ما جاوبش ممكن يرجع ب 25. السؤال الرابع، في أي محيط يقع البحر الكلتي؟ إيه؟ البحر الكلتي مساحته 300 ألف كيلومتر مربع. أطلسي؟ I think صح. في جنوب أيرلندا. الهدف الثاني، ممتازة. جنوب أيرلندا في المحيط الأطلسي. هدفين بلا مقابل، جامعة النيل 95، جامعة أسيوط 90. مباراة قوية جدا في دور الثمانية، كل فريق اللي هيكسب هيوصل للمربع الذهبي. المباراة هتنتهي من غير الهدف الذهبي. طبعا الجامعتين على أعصابهم. إجابة صحيحة. احنا من الاول كنا متاكدين ان الماتش هيكون رايح جاي وهيخلص على اخر سؤال. لما نزلت ضربات جزاء كان عندي ثقه في نفسي وقدرت احرز اول هدف للجامعه ورجعنا ب 25 نقطه. هما الاثنين بيحلموا بالوصول للمربع الذهبي. المباراه السكور قريب جدا، فرق 5 نقط، اي سؤال واحد في عجله الحظ ممكن يغير الماتش كله. خلينا نشوف عجله الحظ هيبقى رايها ايه، ومين اللي هيكمل البطوله، ومين اللي للاسف الشديد هيودع البطوله. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 100 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 10,000 جنيه بما يساوي 1,000,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,850,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.